طيب هو بس انا المشكله ان انا الحاجه اللي هو قالها لي اتحولت قدامي زي شريط فيديو، وانا حزنت جامد جدا، قلت طب حتى يقول لي كلمه حلوه بالخير يعني. طب معلش بس سؤال، انت يعني حلمي تاني صغير تحماتي، بس معلش اتفضلي. هي شافت ان حماها جالها في الحلم، هو راجل متوفي بيقول لها انا عايزك تشتري حته الارض دي، وهي ب 150 جنيه المتر، فانا عايزك تشتريها، انت ناصحه وهتعرفي تاخديها وتعملي يعني تدفعي فلوسها، فهي تمام، مش عارفه معنى الحلم ده ايه. حاضر يا ناهد، تابعيني ماشي يا ناهد شكرا هفسر لك ان شاء الله يا حبيبتي. شكرا على اتصالك. طبعا نبتدي بالمنام بتاع حماتك. طبعا يا ناهد ما ينفعش نخليه للاخر، ففي حاجه حماتك بتفكر فيها او ناويه تعملها، ودي بشاره خير على انها تعملها، وهي هتقدر عليها ان شاء الله. يعني هتقدر لو هي مثلا الحاجه دي عاوزه تشتريها، وهي هتشتريها بالآجل بالدين يعني، فخليها تشتريها، هي ان شاء الله هتقدر تسد ثمنها. تمام، ولو في مشكله هي قادره على حلها، وهيبقى الحل في ايديها هي مش في ايد اي حد تاني في البيت. كلمتها قويه ما شاء الله يعني. والله اعلى واعلم.